اهلا بحضراتكم من جديد. يعني يمكن قبل ما اروح لضيوفي الوتر بولو وارحب بالضيوف، ارحب بضيف الاول الحقيقه خضنا كلنا وخض كل جمهور النادي الاهلي الحقيقه، واحنا اتكلمنا عنه في احد الحلقات، لاعب الفريق عمر غنيم. فجاه واحنا قاعدين يعني بالليل كده على السوشيال ميديا لقينا كل فرقه الوتر بولو، احنا يعني مع بعض على السوشيال ميديا يعني كلنا، فلقينا ادعوا لعمر. عمر عمل حادثه جامده جدا في طريق العالمين، الكلام ده تقريبا كان من سنه عمر سنه تقريبا، وقلنا يعني ادعوا لعمر. عمر في حال شهر 7 بالظبط اللي فات، يلا 11 شهر وادعوا لعمر. انا قلت يا ربي هو في ايه، بدات اتصل بمجموعه وابعت لهم مسجات، قالوا ده عمل حادثه على طريق العالمين وفي غيبوبه وفي العنايه المركزه، وادعوا له حالته حرجه جدا. طبعا كلنا اتخضينا عليه، كل صفحات النادي الاهلي كتبت عنه ونتمنى له الشفاء. الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمه وعدى الازمه دي وقعد 3 أسابيع في العنايه المركزه، وبعد كده خرج مش فاكر اي حاجه طبعا من الحادثه، دخل في سلسله عمليات كتيره جدا جدا، وطبعا كان عنده نزيف في بطنه ونزيف في المخ، قصه كبيره جدا، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ودعوات كل جماهير النادي الاهلي عدى المرحله الحرجه. وعايز اقول لكم خبر حلو كمان، ورجع تاني الحمام السباحه وبدا يعوم، ومش كده بس، وشارك في بعض المباريات، رايح لفورمته تاني لان هو لعيب منتخب مصر ورايح لفورمته تاني، فالحمد لله ربنا نجاه. وطبعا بساله بقول له طب ايه اللي حصل، قال لي انا نمت. فطبعا خلينا نشوف الموضوع ده وهو سايق. برحب بيك عمر، ازيك يا حبيبي؟ عمر غنيم، والف الحمد لله على سلامتك. الله يسلم حضرتك، ربنا. برحب طبعا بنجم الفريق واحد اللاعبين المهمين محمد فؤاد. ازيك يا محمد؟ اهلا وسهلا، منورنا والف مبروك على الدوري والكاس و الله يبارك حضرتك طبعا الوتر بول، منورنا يا حبيبي. الله يبارك حضرتك. برحب طبعا بعبد الرحمن فوزي، منورني ضيف العزيز. عبد الرحمن فوزي منورني دايما ومبروك يا حبيبي. الله يبارك حضرتك. برحب بادهم صقر، منورني ادهم، والف مليون مبروك. بس الله اكبر، يعني ما شاء الله وحوش قاعدين معايا في الاستوديو. الله كبرنا. لا الله اكبر، يعني الموضوع بقى جميل. الف مبروك عليكم عمر. يمكن الحمد لله طمنا عليك، الدنيا دلوقتي كويسه؟ الحمد لله. يعني بتعاني من حاجه؟ هل لي اثار للعمليه؟ لا الحمد لله، في تحسن كبير قوي طبعا، يعني بكرم ربنا ودعاء الناس صراحه ربنا كرمني الحمد لله. بس فطبعا في ناس كتير قوي في الجنب الفتره دي، هو ده سبب يعني الحمد لله ان انا قمت بعد ربنا طبعا. بس الحمد لله دينا هو رجعنا تاني ان بروجريس يعني، وان شاء الله السيزون الجاي خضتنا خضه كبيره عليك يا ابني والله. بس انا عايز اقول لك انا النهارده سعيد، انا اول واحد سالت عليه والله النهارده ان انت موجود معانا ولا لا، بس الحمد لله طمنت عليك والف الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. نيجي للسنه دي بقى، السنه دي كانت صعبه ليه من وجهه نظرك؟ كواحد شارك في السنتين، ليه السنه دي كانت صعبه بالنسبه لكم؟ هو احنا السنه دي كان الدوري اصعب من الكاس انا بالنسبه لي بكتير، عشان هو الدوري كان لسه في بدايه السيزون، كان في لعيبه كتيره قوي مصابه، كان انت واحد منهم. انا كنت واحد منهم، ومازن قاسم كان برضو مصاب، في كتير، في لعيبه كتير ما شاركوش من بدايه الدوري. بس طبعا الحمد لله بقيه الفرقه يعني قاموا باكتر من دورهم بكتير يعني طبعا. وحققنا المكسب. بس فهو يعني هي دي العقبه اللي كانت بتختلف السنه دي من السنه اللي فاتت. طيب هل تاكيد فوزنا بالدوري ده مهم؟ يعني النهارده ممكن الناس تقول ايه، او الناس تقول لك ده خدوا الدوري مره صدفه. احنا بالنسبه لنا كانت اهم حاجه، اهم من ان احنا نكسب، ان اسم ان احنا ما يبقاش اخدناه صدفه، يعني احنا الحفاظ على اللقب ده اهم حاجه بالنسبه لنا. اهم ما تاخده اول مره. هو ده التارجت اصلا اللي احنا حاطينه، احنا كلنا بنتمرن، احنا كل يوم في التمرين، احنا عايزين نحافظ على اللي احنا عملناه، ومش سنتين ثلاثه، احنا عايزين نقعد كده، عشان احنا الصراحه كان بقالنا فتره كبيره كنا بعيد عن المكسب في الدوري والكاس، كنا بنكسب الكاس بس ما كناش بناخد الدوري بس. فاحنا ده التارجت بتاعنا الفتره اللي جايه، ان احنا نكتسح كل البطولات، يعني دوري، كاس، شاطئيه، اي حاجه ان شاء الله. ان شاء الله ما ننامش احنا سيئين تاني. انا مش هنام، مش هسوق تاني. مش هسوق تاني احسن. انا كعمر مش هسوق تاني، خلاص بطلت سوق. لا ربنا ينجيك سوق يا عم، ما يهمكش، وربنا ينجيك.